التكنولوجيا قد تصبح في يوم من الأيام عاملاً إيجابياً ومساعداً للإنسان على مواجهة الكثير من التحديات أو حتى المساهمة مع الإنسان في اتخاذ القرارات والأهداف التي يرسمها مع بداية العام الجديد. فالكثير من التطبيقات والبرامج التي أصبحت متداولة بين الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية، منها برامج تساعد الإنسان على اتباع الحمية لإنقاص الوزن وتحقيق الهدف في الوصول إلى الوزن المطلوب. لكن ومع التطور التكنولوجي سيتمكن الإنسان قريبا من تحميل بعض البرامج التي ستتفق أو تعارض رغبات الإنسان. فعلى سبيل المثال سيصدر عن قريب برنامج خاص يمكن أن يساعد الإنسان على تحقيق أي هدف يخطط للوصول إليه في المستقبل. ويمكن أيضا لمن يعمل في المجال الاقتصادي أو المصارف أن يتمكن من تحميل برنامج يحمل اسم 21 Habit، ذلك لأنه يتطلب 21 يوماً لإعطاء القرار النهائي حول أي شيء يمكن أن تفعله، وسيصبح بعد ذلك عادة أو هواية ثابتة يمكن للإنسان القيام بها سواء كان الهدف قصير أو طويل الأمد. كانت ولا تزال أجهزة الهواتف الذكية توفر خدمات كبيرة يستفاد منها قطاع واسع من فئات المجتمع، والاعتماد عليها في جمع المعلومات المفيدة وخاصة الصحية منها، وسيصبح بالإمكان تشخيص الكثير من الحالات عن طريق استخدام الهواتف الذكية.